ألو فارس، يلا مشاهدينا الكرام كما جرت العادة زوج وصفات إن شاء الله ينالوا إعجابكم. يلا الكراس والكراس ثم الكراس والسيالة، هذا باش تدونوا كل المقادير وطريقة تحضير تاع هذه الوصفات. وما تنساوش رقم الهاتف اللي تعودتوا عليه اللي راه يظهر في أسفل الشاشة، بإذن الله راح نستقبلوا مكالمتكم. اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي تولم هذا الحال اللي رانا فيه البرد، اللي هي شطيطحة لسان. نديروا شطيطحة لسان بقري بصيفها بطريقه ولا يعني طريقه بزاف بسيطه وبنينه بزاف 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 بزاف، وعلى بالكم شطيطحه لسان بزاف بنين. والوصفه الثانيه اللي طلبتوها انتم اللي هي معجون تشينا، معجون طرف ولا يعني كيقعد الحبه هكذاك تاع تشينا. الطريقه ثاني بسيطه، رايحين نتبعوا باك الخطوات وطريقه تحضير تاع هذا المعجون، اكيد رايحين تنجحوا فيه. يلا مشاهدينا الكرام، قلت لكم الوصفه الاولى راح تكون شطيطحه لسان، طريقة بسيطة بزاف بزاف. يلا واش نسحقوا لهاد الشطيطحة لسان؟ نسحقوا هنا لسان، دوك ندير لكم كيفاش رايحين تغسلوه، كيفاش رايحين تنقيوه، وكيفاش رايحين تنحيوا الجلدة الفوقانية هكذا باش ما تغلطوش. قلنا عندكم لسان تاع بقري، عندنا هنا فلفل دريس، ثوم، ملح، كمون، عكري، فلفل كحل، وشوية طماطم معلب، وطبعا شوية تاع السمن والحميصة طبعا لازم تكون في هذه الشطيطحة. نعاود لكم، قلنا هنا عندكم لسان تاع بقري اللي تشريوه عادي، ودوك نقول لكم كيفاش رايحين تنقيوه وتغسلوه. عندكم هنا فلفل دريس اللي تحطوه في شويه ماء سخون باش يطلق روحو، عندكم ثوم، عندنا ملح، كمون، عكري، فلفل كحل، وقلنا طماطم علب، وشويه تاع السمن طبعا خلطنا شويه تاع الزيت، وعندكم هنا حميصة اللي تكون شمختوها ليلة من قبل ولا تكون مشمخة وطيبة من قبل. يلا هادو من المقادير مشاهدينا الكرام، رايحين دروك نروحوا طريقة التحضير، راح نفهمكم برك ونشرح لكم كيفاش رايحين تغسلوا هاد اللسان. اللسان على بالكم لازم تعقموه، لازم نعقموه مليح 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 مليح. علاش؟ لأنه كي نحطوه يغلي ونحيولوا الجلدة الفوقانية، هذاك الماء اللي غلا فيه اللسان راح نستعملوها. وليت أمامكم هذا الماء ولا هذيك المرقة اللي طاب فيها اللسان، لازم تكون معقمة. دونك هنا اللسان تاعكم تجيبوه واش ديروا له؟ راح نديروا له واحد 3 مغارف تاع الملح، وتحكوه بهذاك الملح، تحكوه مليح. من بعد راح نديروا واحد نص كاس تاع الخل، وتخليوه في هذاك مونشلوه قبل مع الاول. تشوفوا هذيك المادة اللزجة هذيك تنحيوها، وتاخذوا اناء ولا ليان تحطوا هذاك اللسان تاعكم، وتحطوا له واحد 3 مغارف تاع الملح، وتحكوه مليح بالملح. من بعد ديروا نص كاس تاع الخل، وتخليوا هذاك اللسان في هذاك الملح والخل واحد 5 دقائق 6 دقائق. من بعد رايحين تشلوه مليح، ومن بعد زيدوا تعاودوا العمليه تاع الملح ثاني، زيدوا تحكوه بالملح مليح، وزيدوا تشلوه مليح من هذاك الملح. تاخذوا طنجره ولا قدره راح تحطوا فيها هذاك اللسان كيما راه، تحطوه كيما راه، تحطوا له فلفل كحل حب، ورقه تاع الرند، وتحطوا له شويه تاع الملح، وتحطوا له حبه حار خضراء، وتخليوه حتى يدخل له طياب. كيفاش تعرفوا باللي اللسان تاعكم دخل له طياب؟ راح تشوفوا هذه القشره البيضاء الفوقانيه تنحى، بدات تنحى من اللسان، عرفوا تما باللي خلاص راهو يعني طاب نص طياب. تنحيوه واحد تنحيوا هذيك الجلده فاصل يعني بكل سهوله، تنحيوه كامل وتقطعوه، وهذاك الماء تصفيوه، وهاوليك هذا الماء امامكم باش نمرقوا به اللسان تاعنا. يلا هذه العمليه الاولى والمرحله الاولى، نروحوا دوك المرحله الثانيه. كيقولوا لسان شطيطحه لسان، واش يلزمنا؟ يلزمنا المهراز، يلزمنا المهراز باش ندرسوا درسه، نديروا درسه. شوفوا معايا هنا واش راح ندير. راح ناخذ هاد فلفل دريس، ولازم يجي شويه حاره باش يجي بنين. يلا هكذا ناخذ هنا 3 سنات تاع الثوم هكذا، مع هاد الثوم وفلفل دريس ولا فلفل قرون راح نحط الملح، نديرو درسة عادية. هذا شوية تاع الملح، شوية تاع الكمون، كمون ماشي بزاف لأنه يطلق المرورية. شوفوا هكذا شوية برك، شوية فلفل كحل هكذا، هكذا، وندرسو الدرسة تاعنا.
شوفوا هكذا بهالطريقه. عدت ريحه الدرس ها. هكذا بهالطريقه ندرسوا مليح هذاك الفلفل دريس والثوم. يلا هاي لك الدرسه تاعنا راهي واجده. دوك هنا ناخذ طنجره راح نحط فيها على بالكم احنا نحبوا شويه ليدام زياده ولا هذاك الوتش. يلا نستقبلوا مكالمه. ما فيش مكالمه معليش. يلا شوفوا معايا هنا راح ناخذ هنا شويه تاع السمن هكذا شويه تاع السمن مع هاد السمن شويه تاع الزيت باش هاد السمن ما تحرقناش شويه ماشي بزاف هكذا. يلا نستقبل اول مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ام صابر واش راكي؟ واش راه مناسب باليده؟ والله الحمد لله. واش راك الاخ فارس؟ كاش تلت بشريعه ولا والو؟ غير هو. يلا بصحتكم بصحتكم. الله يسلمك. يعطيك الصحة على الوصفات اللي راك ديرهم لنا ناجحين 100%. الحمد لله الحمد لله. بصحتكم. تفضلي. ودير لنا القلب اللوز قلب اللوز؟ نعم. مالي ما يكون لا خاطرك. يعطيك الصحة الأخ ربي يطول في عمرك. يطول عمرك بارك الله فيك. يعطيك الصحة. شكرا لك يعطيك الصحة. صحيح. شكرا. يلا. نقليو هذيك الدرسة مباشرة من بعد راح ندير هاد اللسان. شوفوا هكذا بهالطريقة راح نقليو هاد اللسان بعد ما تخليو هذاك السمن يذوب راح تقليو هذيك. ردوا بالكم باش ما تحرق لكمش هذيك الدرسة. إذا شفتوا باللي سخنت بزاف هذاك سخن هذاك السمن ديروا شوية تاع الماء اللي طاب به اللسان هكذا. دوك نقلي هاد اللسان مليح هكذا بهالطريقة. يلا وكيما العادة نشلو هاد المهراز هكذا باش نحبط كامل هاديك الدرسة. شوفوا هكذا. يلا نحي هادو نزيدو هنا شوية تاع العكري هذا مغرف لاباس بها تاع العكريه. يلا نزيدو نستقبلو مكالمه. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك سيداتي واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. منين راك تكلمي؟ من باب الزوار هكذا؟ باب الزوار. نعم ناجيه من باب الزوار. مرحبا بك سيده ناجيه واش راكي لاباس؟ الله يسلمك لاباس. يطول عمرك. تفضلي. هاني شوفي نعم. سبع شهور وانا نضرب لكم وما نحقتكمش. يلا وعندك الزهر اليوم. الله يسلمك يعيشك. مرحبا بك. تفضلي. سيدة ناجية نقصينا شوية التلفزيون تاعك وسمعينا من الهاتف الله يخليك. صح. تعيشي طول عمرك. ولا اروع ولا اروع ولا اروع. شوف هكذا دوك راني زدت هنا. تفضلي سيده ناجيه. تفضلي. نعم تك دائما فارس معايا. نعم فارس معك. تفضلي. يعطيك الصحه بارك الله فيك. يطول عمرك بارك الله فيك. يعطيك الصحه في الخدمه اللي راك تخدم كاع والفيلم قال لي نقي عجبتني بل بزاف بل بزاف قال لي راك نقي. الله يسلمك يطول عمرك لازم. الله فيك وربي يشدك في صحتك وفي يدك وفي وليداتك ان شاء الله. امين. وفي المهم ان شاء الله اللي رضاتك. بارك الله فيك الله يطول عمرك بارك الله فيك. شكرا. الله يسلمك يعيشك. شكرا لك يعطيك الصحة. الله يعاونك وليدي. مع السلامة. شكرا ميمتي. شكرا. الله يسلمك. سلامة. سلامة. يلا
هذه اش تتحلسن و قلنا من بعد رايحين تمرقوا على بالكم. قلت لكم هذاك اللسان تخليوه يدخل له طياب، يعني يطيب نص طياب، ما تمرقوش بزاف، تمرقوا قسمه يطيب اللسان. والحميصه هاي اللي هنا، انتوما اذا كان عندكم حميصه مش مخليله من قبل، ومن الاحسن انكم طيبوها، طيبوها وحدها من بعد رايحين، ولا كانت طايبه نص طياب رايحين تحطوها طيب مع اللسان. يلا نصفيو الحميصه، ناخذوا الصفايه ونصفيو شويه تاع حميصه ونرميها طيب مع هذا اللسان، ونخلي نخليو هاد السطح لسان حتى تشوفوا السن تاعكم ولا الزبده يعني طاب، وهذاك هذيك المرقه تتجمر هكذا. يلا راح نرميو هذه الحميصه، ونخليه قلنا هذا اللسان حتى نشوفوه طاب، وهذه المرقه تاعو تكون تجمرت يعني تولي ثقيله تولي عاقده، وهذا اللسان يكمل يطيب حتى يولي الزبده يعني يطيب مليح. من بعد رايحين نطفيو له، وتكون الشطحه لسان تاعي واجده. يلا مشاهدينا الكرام، كان هذا بالنسبه للشطحه لسان، راح نخليها نخلي الشطحه لسان تاعي طيب. سيرفع لمسامعنا اذان صلاه العصر، خليكم بعد الاذان ما تروحوش بعيد مشاهدينا الكرام، لانه الوصفه تاعنا راح تكون معجون تاع تشينا، خليكم بعد الأدن. تقبل الله صلاه الجميع بمزيد من الاجر والثواب والمغفره. مشاهدينا الكرام يلا قلت لكم شطحه لسان راهي دايره حاله هنا في الاستوديو، ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وقتها. يلا قلت لكم الوصفه الثانيه راح تكون معجون تاع تشينا بطريقه بسيطه وناجحه 100%. تبعوا برك الخطوات وتبعوا بعض النصائح اللي نمدهم لكم في هذا المعجون هذا باش تنجحوا فيه. يلا نسحقوا هنا كيلو تاع تشينا، نقولوا كيلو تاع تشينا، نعطيكم المقادير تاع كيلو، وانتم تحبوا تزيدوا اكثر زيدوا. نقولنا هنا كيلو تاع تشينا، تحبوا ديروا كيلو تشينا كيلو سكر عادي. برك نقول لكم باللي زمان ما كانوش يديروه بالسكر كريستاليزي، كانوا يديروه بالسكر حجره، لان السكر حجره وسكر كريستاليزي ماشي كيف كيف. معليش تحبوا ديروه بسكر كريستاليزي كما درنا هنا سكر عادي، معليش. دونك هنا تحبوا ديروا كيلو سكر كيلو تشينا بكيلو تاع السكر، تبعوني مليح ها، كيلو تشينا بكيلو تاع السكر، ومن الاحسن تشينا هذيك تكون ملحمه تكون شابه. انا ما نديرش كيلو تشينا بكيلو سكر، ننقص. انتم تحبوا ديروا كيلو بكيلو ديروا معليش يجي حلو. انا ندير كيلو ب 800 غرام تاع السكر، كيلو تشينا 800 غرام تاع السكر، نقص هذوك 200 غرام ويجي هايل، يعني يجي بزاف هايل كيلو تشينا ب 800 غرام تاع السكر. ونسحقوا السر تجيكم بزاف بنين، شويه تاع فانيليا في الاخير، فانيليا بودرة في الاخير. هذا من المقادير كما تشوفوا. يلا نروحوا للطريق التحضير، تبعوا معايا. يلا شوفوا هنا، ناخذوا التينه تاعنا شوفوا معايا، ناخذوا التينه هاي ليك بعد ما تغسلوها مليح، تغسلوها مليح وتنشفوها يعني تمسحوها، ناخذ سكرفاج ماشي في الخشينه في الرقيق هاوليك، ونسكرفجها هكذا شوفوا، نحي لها هاد لو زيست، وطبعا هاد لو زيست رايحين تخبيوه في المجمد، رايحين تحقوه به، تحقوه يعني ديروا به مسكوتشو ولا ديروا به حلوه كما حبيتوا. شوفوا هكذا هكذا بهذه الطريقه، شوفوا تسكرفجوا كامل التشينا تاعكم.
هكذا. هاكو تشوفوا كيفاش تولي الحبه هاي لك. من بعد تاخذوا ليان ولا تاخذوا باسينه ولا تاخذوا ريسيبيون كيما حبيتوا، تحطوا فيه الماء وتخليه تينا داخل هذاك الماء. نزيد شوفوا هكذا، وقلت لكم في الرقيقة ماشي في الخشين. يلا نستقبلوا مكالمة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، بخيرك؟ مرحبا بك سيداتي، واش راهم ناس قسنطينة لاباس؟ والله الحمد لله، يعني مش بقسنطينة، يعني من الخروب ومن الرحمانية. لا تسمع بهم منين انت؟ والله ما سمعتك. من الخروب. من الخروب، من الخروب. اها خيار الناس. والله غير الحمد لله. واش راكم انتوما لاباس؟ والله نشكر ربي، احنا في نعمه الحمد لله. لله الحمد لله الحمد لله. والله واش نقول لك يا خيرت وليدي؟ تفضلي. البارحه هذاك المسكنه اللي درتها انت هي البارحه وعقلته مع ليكيب ناسيونال. كان عقلي معاهم البارح. انا عقلت معاهم، انا كنت نتفرج فيك اليوم قلت خيرت نسانا. والله غير كان عقلي معاهم. والله جات مال فتم دايره البارحه على بالك. البارح البارح ليكيب قاعد تشوف الماتش، ليكيب اللي معايا قاعد يشوف الماتش، غير انا مقابلكم. نقول لك كي دار هذاك البيت الاول فرحت، قلت هذا كارث يولي لينا يبعث. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله ان شاء الله يزيد ينصرهم ان شاء الله. ربي ينصرهم ان شاء الله. ان شاء الله مع مطر يا ربي يستجيب لنا ان شاء الله ويقبل دعائنا ان شاء الله. امين امين يا رب العالمين ان شاء الله. ربي يفرحهم كل ان شاء الله. الحمد لله تعالوا لي ما تعملوش اثري اوليدي ربي يفرح. وشنو هو المسكوتشو؟ يلا عندك شوف فهمت في النقطه، في النقطه هذيك برك هذيك كي يخرج من شربو مرتين ولا مره كي يخرج من الفور. كي يخرج من الفور كي يخرج من الفور. انا تعصر ثلاث حبات تشينا هكذا، ثلاث حبات تشينا تعصريهم وديري لهم ثلاث مغارف تاع السكر ياك. ودي لهم ثلاث مغارف تاع السكر وتشربه وتخليه يشرب مليح. شحال بنين هذاك المسكوتشو. هو سخون بعد. نعم هو سخون. هو سخون اه هو سخون، غير تخرجيه من الفرن ديري له هذاك الجو تاع تشينا ثلاث مغارف تاع السكر. هذا و اي يلا تفضلي. تعيش ربي يسرك. الله يسلمك. العائله شواح في الخروب بكل يلا كبيرهم بصغيرهم من الكبير للصغير. وليداتي امينه ومحمد لادي وحفظاني ومروه وحفظاني ايلين وليان. يلا ربي يعيشهم وربي يعيش الوليدات. بارك الله فيك الشكر. وربي يدمت علينا على راسنا ان شاء الله. امين ان شاء الله. امين بارك الله فيك. الله يحفظك. بارك الله فيك. شكرا يعطيك الصحة. شكرا سلامة. شكرا. يلا شوفي هنا، شوفوا هنا راكو تشوفوا كيفاش راني نحي الزاز تاع تشينا هذا. هكذا قلنا بسكرفاج وشنو هذاك الرقيق ماشي الخشينة. هكذا بهالطريقة شوفوا. وقلنا هاد الزاز ما ترميوهش، هذا يتخبى ورايحين نديروا به. تقدروا ديروا به حلوة الطابع، تقدروا ديروا به مسكوتشو، تقدروا ديروا به الشيء اللي حبيتو. شوفوا هكذا هاوليك هكذا. ونحط التينة تاعي قلنا في باسينة ولا في ليان يكون فيها الماء ونحطوا التينة تاعنا. شوفوا هنا كي تكملوا، قلنا كي تكملوا تسكرفجوا التينة تاعكم رايحين تحطوها في ليان يكون فيه الماء وتغسلوها مليح هكذا، تحكوها بيديكم. شوفوا شوفوا الماء كيفاش اللون تاعو يتبدل. شوفوا هذه المروريه لازم تنحى. نزيد نوصيكم حاجه بعد ما تغسلوا، شوفوا نغسلوا مليح التينه تاعنا هكذا راكو تشوفوا كيفاش تولي. شوفوا هاي لك نرمي هذا الماء
يلا هاوليك نغسلوها مليح ونبدلوا لها الماء وتخليوها ليله كامله. من الاحسن انكم تخليوها ليله كامله ولا ديروا هذه العمليه الصباح العشيه باش طيبوا المعجون تاعكم باش المروريه كامل تنقص باش هذا المعجون ما يجيكمش مر. دونك من الاحسن انكم تغطيوها وتخليوها تبات ليله كامله هاد التينه هذا باش المروريه قلت لكم راح تنقص. يلا نستقبلوا مكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام. وعليكم السلام ام مروه واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله والله الحمد لله. الحمد لله الله يهنيك يطول عمرك. الله يطول عمرك. منين راكي تكلمينا ام مروه؟ انا من مدينه سطاوالي. من سطاوالي مرحبا بك ام مروه تفضلي. الله يسلمك يطول عمرك تفضلي. الله يسلمك نشكرك على الانجاز اللي راك دير فيه. الله يسلمك بارك الله فيك. ربي يخليك ان شاء الله تاج فوق الروس. الله يسلمك امين يا رب العالمين. يعني اللي ما تتعلمش درك ما عندهاش كيفاش تتعلم. الله يطول غير اللي ما حبش ان شاء الله. غير اللي ما حبش تتعلم. غير اللي ما حبش تتعلم. تتعلم هذه قلت انا ثاني اللي ما تتعلمش وتخطيها هذه الفرصه ما تزيدش تتعلم نهائي. الله يحفظك يطول عمرك بارك الله فيك. الله يسترك وليدي ان شاء الله. شكرا لك الصحه الله يخليك تاج ان شاء الله فوق الروس. ان شاء الله امين يا رب العالمين امين. الله يحفظك يعني راك موفي ومكفي. الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك شكرا. الله يخليك ان شاء الله ان شاء الله امين. ربي علي كيما على الالم نتاعنا. امين بارك الله فيك شكرا يعطيك الصحه. صحيت وليدي الله يحفظك. بارك الله فيك شكرا. فيك بركه صح. سلامة سلامة. ريحة اللسان سطح لسان با 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 ولا أروع ريحتها بزاف هايلة. إلا قدرت تجيبوا لسان ما عليك ما لاش تطحى سطح لسان بزاف بنينة. وغدوة إن شاء الله غدوة إن شاء الله إن شاء الله نوري لكم واحد الخبز اللي يديروه بالثوم بزاف هايل. يلا شوفوا هنا نعاود لكم سكريف دوتشينا تاعكم. شوفوا بهذه الطريقة تغسلوها مليح تبدلوا لها الماء تغسلوها ثلاث خطرات ولا اربع خطرات شوفوا الماء اللون تاعو يتغير. من بعد تعمروا ولا تعوموا التينه تاعكم في هذاك الماء في البسينه هذيك وتغطيوها وتخليوها من الاحسن ليله كامله. واذا كنتم مزروبين ديروا هذه العمليه الصباح العشيه طيبوا المعجون تاعكم. وهي قلنا من الاحسن انكم تخليوها ليله كامله. من بعد غد من ذاك راح تنحيوها من هذاك الماء تاخذوا طنجره تعمروها بالماء كما درت انا درك هاوليك. ناخذ هاد التينه تاعي ونخلي وندير التينه تاعي تطيب واحد 10 دقائق. ردوا بالكم ما تخليوهاش تطيب حتى تتعب بزاف حتى تولي في ذاتها تولي معجون وحدها. شوفوا هكذا نخليوها واحد 10 دقائق نرمي هاد الماء 10 دقائق حتى 12 دقيقه بزاف عليها. تشوفوها بدات يعني بدات تطلع ماشي تتلق كامل روحها يعني شويه برك. ودوك نوريكم كيفاش. هكذا انتوما قلنا رايحين تخلوها في الدار واحد 10 دقائق تخليو هاد التشينه تشوفوا الماء يبدا يغلي 10 دقائق وتطفيو لها. ومن بعد راح تنحيو التشينه تاعكم شوفوا هكذا ما لازمش التينه تاعكم الطيبه طيب وتعبز من غير شويه برك تطلق شويه برك هذيك المروريه ونحيوها نحيوها وتخليوها تبرد. بعوني مليحه نحيوها من هذاك الماء تصفيوها من هذاك الماء وتخليوها تبرد. من بعد رايحين تقسموا الحبه على اربعه دونك الحب تنحيو هذاك نحيو هذيك السرطه اللي من الفوق ورايحين تقسموا الحبه على اربعه. في هذاك الوقت اللي تكون هي تبرد وتقسموا الحبه على اربعه وتنحيوا هذاك البيوضيه اللي داخل كامل انتم رايحين نديروا تبعوني مليحه رايحين نديروا 800 غرام تاع السكر 800 غرام تاع السكر هامليك. تقدروا ديروا كيلو بكيلو بصح تجي بزاف حلوه بصح كيلو ب 800 غرام راح تجيكم بزاف هايله. قلنا 800 غرام تاع السكر تبعوني مليح 100 غرام تاع السكر من الصريتله تاع الماء وتحطوا السيرو تاعكم فوق النار كي يبدا يغلي الغليه الاولى تكونوا انتم التشينه تاعكم قطعتوها تكون غلات 10 دقائق وغليتوها وقطعتوها حبه على اربعه. كي تشوفوا هذاك السيرو بدا يغلي ترميو التشينه تاعكم وتخليوها. وكاينه واحد الملاحظه مهمه في كاع المعاجن كي تكونوا كي تكون التشينه تاعكم تغلي ولا المعجون تاعكم تاع التشينه ولا تاع التفاح ولا تاع فاكهه اللي حبيتوها واش راح يصرى
راح تطلع هذيك الرغوة. شوفوا هذيك الرغوة، هذيك الرغوة لازم تنحيوها، لازم تنحيوها. لو كما تنحيوش هذيك الرغوة المعجون تاعكم راح يخسر وما يشدش مدة طويلة. هذيك الرغوة كل ما تخرج رايحين تنحيوها، راح تشوف واحد الرغوة صفراء بالمغرف رايحين نحيوها. يلا راح نقول لكم الطريقة لأنه الوقت بزاف ما عندناش بزاف الوقت، قلت لكم هنا ولا يلا شوفوا نخلي التينة تاعي تغلي 10 دقائق ونروحوا فاصل. اقعدوا معايا ما تروحوش بعيد، نروحوا فاصل قصير ونعاود نلوي تكون التينة تاعي خضات الوقت اللي قلت لكم عليه، وتشوفوا كيفاش نقسموها على 4 وكيفاش راح نديروا سيرو. خليكم بعد الفاصل. مرحبا بكم مره ثانيه. كما قلت لكم تخليوا التينة تاعكم واحد 10 دقائق حتى 12 دقيقه، من بعد رايحين طيبوا السيرو. السيرو قلت لكم فيه 800 غرام تاع سكر، نص ريتلا تاع الماء، وتحطوه فوق النار وتخليوا السيرو تاعكم يبدا يغلي. في هذا الوقت اللي يكون السيرو تاعكم يبدا يغلي، انا واش ندير؟ ناخذ التينه تاعكم نخليوها تبرد، ما تقطعوش وهي سخونه. ناخذ التينه تاعي، شوفوا نقطع هذا الراس من فوق وهذا من تحت هكذا، ونقطع الحبه. شوفوا كي تبرد رايحين تكون العمليه سهله. الحبه على 4 هاي لك هكذا، ونحي هاد البيوضيه هكذا، نزيد يلا نزيد نقطع هادي على 2 شوفوا هاي لك. نزيد هاد الحبه، نقطع الحبه قلنا على 2 ومن بعد على 4 وهكذا، ونحي شوفوا هكذا. نزيد نقطع هادي على 2 نزيد نحي هادي، قلنا الحبة على 2 ومن بعد على 4 هكذا بهالطريقة. هكذا نزيدو هاد الحبة اللي قعدت، شوفوا خليوها تبرد باش تجيكم سهلة وتكون شادة روحها هكذا. نزيد هاد الحبة هاي لك هكذا، راكم تشوفوا البراد اللي تحصلوا عليهم بهالطريقة. السيرو تاعكم راح تخليوه يبدا يغلي، الغليه الاولى اللي يبدا فيه السيرو تاعكم يغلي راح ترميو التشينه تاعكم. شوفوا كيما انا هنا مازال ما بداش يغلي، ومن بعد نتوما التشينه المعجون تاعكم كيما تحبوا تخليوه يطيب، ومن بعد الا حبيتوا يجي عاقد شويه تخليوه يطيب شويه زياده، تحبوا تكون هذيك ولا هذيك السيره تكون شويه يكون شويه خفيف راح نطفيو له النار. وقلت لكم باش يجيكم بزاف بنين في الاخر كي تطفيو في الاخر ما ترميوش لافاني تاعكم الفانيليا تاعكم مع السيرو، لانه كي تبدا تغلي فانيليا تولي مره تلقى لكم المروريه. دوك كي تطفيو السيرو تاعكم راح ترشوا شويه تاع فانيليا من الفوق وتخليوها والفور يعني المعجون تاعكم طافي ما يكونش طايب، ترميوه مع الاخر وتخليه حتى تلقى من واحد البنه بزاف بنينه هذيك الفانيليا. يلا نخليوه هذا السيرو يبدا يغلي. هنا شوفوا بدا يغلي، نشوفوا شطح اللسان تاعنا. كما قال يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي كادر قال لكم تاع مطلوع تاع مطلوع وتكلوا على ربي، ريحتها بزاف بنينه هايله. هنا كنت تشوفوا درت هنا قرن تاع حاره صغير خضر، وهي كي تجي شويه ماشي حريوره يعني مسكه تجي بنينه
يلا قلنا راح نخليو هاد السيرو تاعنا يغلي شويه ونرميو التيله تاعنا مباشره ونخليوها طيب. ونزيد نوصيكم حاجه، دائما المعجون كي نحبوا نطيبوا معجون نطيبوا في طنجره تكون ثقيله ما تكونش خفيفه، هذا باش ما يتحرق لكمش. طنجره تكون ثقيله، شوف كيما هذه ثقيله، هذا باش ما يتحرق لكمش. كي تكون ثقيله راح ياخذ الوقت تاعو يطيب. يلا نبداو نرميو هنا التينه تاعنا. شوفوا ها بدا يغلي، غير بدا يغلي دير هذوك الفقاعات نرميو التينه تاعنا. ها شوفوا هنا راه بدا يغلي، راكم تشوفوا. ها شوفوا كيفاش السيرو تاعي راه بدا يغلي، غير تشوفوا بدا يغلي هكذا نرمي، لانه فيه قلنا 800 غرام تاع السكر نص لتر تاع الماء. دونك ها شوفوا شوفوا كي بدا يغلي، نرمي دوكا التينه تاعي وتبدا الريحه في الدار ما شاء الله تاع معجون تاع التينه. هكذا نرمي التينه تاعي هكذا بهذه الطريقه. هنا نورمالمون ياخذ لكم واحد 15 حتى 17 دقيقه ويكون واجد. واذا كنتوا حابين تكون هذاك السيرو يكون عاقد، يعني كل شويه عاقد، راح تخليه واحد حتى 20 دقيقه. شوفوا هكذا بهذه الطريقه، وتخليوا المعجون تاعكم يطيب حتى قلنا تشوفوه. تشوفوا هذه القشره ولات طريه، هذه لابول فوقانيه تشوفوها ولات طريه. قلت لكم كي تطفيو على المعجون تاعكم رايحين ترشوا شويه تاع لافاني ولا فانيليا وتطفيو وتخليوه يبرد وتقدموه. صدقوني بزاف بنين، حتى تقدروا تاكلوه مول العشاء كديسير ولا كتحليه، بزاف بنين. يلا مشاهدينا الكرام راح نكمل نطيب المعجون تاعي ونشوفوا شت حال كذلك راح نكملوها. خليكم ما تروحوش بعيد، تقعدوا معايا راح نشوفوا الوصفات تاعنا حاضرين وجاهزين امامكم. خليكم بعد الفاصل. هاي اللي امامكم هذيك الشت حال اللي فيها الوتش الفوقاني، نموتوا احنا على هذا الليدام الفوقاني والوتش. هاي اللي امامكم بطريقه بسيطه وبنينه بزاف 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 بزاف. دونك الا خديتوا الوصفه ما عليكم الا يعني تجربوا هذا الشت حال سان، وقتها قلنا تولم هذا الموسم اللي رانا فيه ولهذا النهار اللي رانا فيه. يلا والوصفه الثانيه اللي كانت عباره معجون تاع التشينا، يعني ما رحيناهش خليناه قطع كما راكم تشوفوا هاوليك امامكم. انا هاد شوفوا شوفوا معايا، انا هاد السيرو خليته عقد شويه ماشي بزاف. هاوليك شوفوا هاوليك شوفوا ماشي بزاف. انتم تحبوا يكون عاقد على هاد الشيء راح نزيدو تخليوه يطيب اكثر من هذا الشيء. وشوفوا كيفاش قعد على حاله، يعني الحبه قعدت ولا البرج قعد على حاله. طريقه بسيطه بزاف بزاف بزاف، وراح ندوقوا قدامكم. شوفوا هاوليك بزاف هايل وبزاف بنين. ما عليكم الا تجربوه. انا شفتوا اني قدامكم وسيتو، انتم تخليوا تاخذوا الوقت كامل الكافي باش تحضروا هذا المعجون. يا ويلي تاعه بزاف بنين بزاف هايل، بنتو بزاف بنينه. دونك يلا المشاهدين الكرام ما عليك برا على هذه الوصفه، على بالي راح تنجحوا فيها بزاف بزاف. تبعوا باقي الخطوات اللي قلت لكم عليهم وراح تحصلوا على المعجون تاع تشينا بزاف هايل. يلا المشاهدين الكرام نتلاقى بكم غدوه ان شاء الله نفس التوقيت نفس القناه بزوج وصفات ان شاء الله اللي نتوما تخيروهم. يلا من هذاك الوقت تهلاو بزاف بزاف بصحتكم، تقبلوا تحياتي وتحيات كل الفريق التقني اللي عمل معايا نهار اليوم. نتلاقى بكم غدوه ان شاء الله. سلام.